الأستاذ فيصل الشمراني من مؤسسة مبادرة فلذات. سلام عليكم أستاذ فيصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. مرحبا مهندس فيصل الشمراني. الله يعافيك. الله يحييك. أنا كانكم دخلتوا معنا في بيوتنا جاذبة صحيح؟ نعم صحيح. أي ما شاء الله. الله يوفقكم وشكرا لكم. أشكر لك والله الطرح المميز. الله يسلمك. وهذا ما عودت عليه يا دكتور خالد. أستغفر الله. بعض ما عندكم. وهذا الهاشتاج اللي أطلقته فعلا كان ثري وفي تجارب مميزة، ونحن برضو بلدات استفدنا من الآراء والتجارب اللي فيها. جميل. على أمل أن يعني نستفيد منها في المراحل القادمة لبلدات. وإحنا استفدنا منكم أيضا من طروحاتكم ما شاء الله. الله يوفقكم. الله يجزاه خير ويسر أمورك ويحسن ظنكم. الله يجزاه خير. تسلم. طيب إحنا نسأل المهندس فيصل، ما هي فكرة المبادرة والآلية والفئة المستهدفة؟ جميل. فكرة المبادرة يا دكتور خالد، المبادرة نشأت من خلال احتياج لمسه فريق العمل عند الوالدين في ظل انشغالات الوالدين، يبحثون عن يعني آلية أو يعني مهارات ل يعني لاكتساب مهارات التربوية اللازمة لتربية أبنائه. فقمنا على ذلك بحصر أهم الكتب التربوية المميزة وكذلك أهم المحاضرات والمقاطع المرئية، ثم عرضها على مستشارين متخصصين لنستريب رأيهم، ثم كوننا بعد ذلك الرسالة لمبادرة فلذات القائمة على تكوين الثقافة التربوية للوالدين مع مراعاة يعني القيمة التي نحن ركزنا عليها، القيمة المميزة عندنا في فلذات أن مهما كنت مشغول أو مرتبط نعم. تقدر أنك تنجز الجزء المحدد لك اليوم. يعني آلية جميل جميل. لا يعني الرائع جدا هو تحديد حصة معينة، لأن بعض الناس يعني يضيع لأنه ما عنده حدود. أيوة جميل تفضلوا. أيوة راعينا هذه النقطة لانشغالات الوالدين، يعني بحيث أن عندنا قائمة كتب وعندنا مشاهد مرئية. إلى الآن أنجزنا لله الحمد 5 كتب تجاوزت على صفحاتها الأكثر من 900 صفحة. كان بدأت المبادرة من الفصل الدراسي الأول الماضي. الفكرة هي يعني من ممكن أسأل سؤال المهندس فيصل، من أكثر اللي تجاوبوا معكم؟ يعني النساء ما شاء الله، والله سبقات لنا في مبادراتهم، يسبقون في برامجهم، يسبقون احنا الرجال ما شاء الله ما شاء الله، ما شاء الله. لانهم يعني يشعرون بالهم وتفاعلهم اكثر، وهم يعني اكثر عنصر واكثر على الابناء. جميل. وهذا يعني من وهذا امر مهم جدا. طيب ماذا عن النتائج السابقه؟ ايوه عندنا النتائج السابقه اللي الى الان الى هذا اليوم ولله الحمد انجزنا 5 كتب. تم برضو يعني مشاهدة 5 محاضرات مرئية متخصصة. كذلك كان يعني عدد المشتركين في تويتر فوق تجاوز 1000 مشترك. ما شاء الله. في التليجرام تجاوز 600. ما شاء الله. يتم يعني عرض البرنامج اليومي في التليجرام وفي التويتر والإنستغرام بشكل مستمر. يعني المشاهد المقاطع المرئيه يتم الطويله يتم تجزئتها الى مقاطع الى اجزاء صغيره ويتم تحميلها على قناتنا في اليوتيوب. كذلك من الاشياء اللي راعيناها دكتور خالد في هذه المبادره ان نحرص ان نعرف الوالدين على الجهات و اللي عندها منتجات تربويه مميزه. يا سلام. كان شريكنا في الفصل الدراسي الاول وسط المربي. كان عندهم حقيبة مميزة اسمها حقيبة الطفل. صحيح طلعت عليها. أيوه. يشرف عليها الشيخ الدكتور محمد دويش. نعم محمد دويش. وحنا حرصنا نعرف المشتركين عندنا على هذه الحقيبة. فكان هم شريكنا وداعم لنا برضو في فصل الدراسي الماضي. الفصل الدراسي الثاني كان برضو الشريك لنا واللي حرصنا برضو نعرف المشتركين عندنا على هذا الجهة اللي متجر بوش. يا سلام. متجركم مبارك. الله يسلمكم ابدا تحت خدمتكم. سلام. الله يسعد. فكان المتجر يعني فرصه ان نعرف برضه مشاركين لنا بان والله المتجر عندهم خدمات وعندهم منتجات تربويه تصل الى باب بيت.
جميل الحقيقة. يعني مهندس فيصل رائع جدا جهدكم وواضح، وما شاء الله إذا كانت النية طيبة ولا نزكيكم عن الله تبلغ ما لا يبلغ العمل كما يقال، فنسأل الله لكم التوفيق والسلام. نعم يمكن عندك إضافة تفضل. أيوه. الحقيقة لما بدأنا المبادرة لم نكن نتوقع الوصول إلى هذا الأعداد، الحمد لله، والقادم أكثر إن شاء الله. وبالمناسبة ترى يا مهندس فيصل اليوم يومكم، ترى يعني أنتم أمثالكم من أهل الخير، البيوت كلها في حاجة ماسة لما يشغل الوقت بشيء نافع، خلاص ملوا الناس من أشياء كثيرة يعني تعبوا فيها، الآن يبون أشياء تحركهم وتنفعهم وتسعدهم كذلك، أسعدكم الله. ممكن نسأل السؤال اللي دائما كرر، كيف يمكن للمتابعين أن يتابعوكم وما هي حساباتكم وما الاسم الذي يمكن أن يعثروا عليه مباشرة إذا احتاجوا للمتابعة؟ جميل. أنا زودت الزملاء في الكنترول بالحساب في تويتر، إذن يليتم تابعونا يكتب في تويتر فلادات بيطلع له مباشرة، في تليجرام لو كتب برضو فلادات بيطلع له مباشرة، ونسعد بهم جميعا ونسعد برضو باقتراحات المشاركين، ونحن في هذه المبادرة لم توضع إلا لخدمة الوالدين. ما شاء الله، أنا فعلا كتبت فلادات طلع على طول مباشرة. هذا هو هذا الحساب أخضر صح؟ أخضر نعم. أيوة هذا هو هذا الحساب، إن شاء الله يجيبونه بالكاميرا، يعني ندخل مباشرة ونتابع فلادات وباذن الله عشان نتابع فلذاتنا ونستفيد منهم. شكرا جزيلا لكم. تسلم والله. شكرا مهندس فيصل الشمراني، الله يوفقكم وينفع بكم.